وكعادتنا في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدا معاكم فقراتنا واخبارنا باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. وامبارح كان في قمه مصريه اردنيه فلسطينيه في العالمين الجديده، وصدر عنها بيان ختامي اكد فيه القاده على ضروره انهاء الاحتلال الاسرائيلي لارض دوله فلسطين ضمن جدول زمني واضح، واستعاده الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعه، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة اجتماع لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية. رئيس الوزراء أكد على استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعات المحلية وتوطين الصناعات الإنتاجية. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل في مطار العالمين الدولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، وتم عقد جلسة مباحثات أعرب خلالها الرئيس والملك عبد الله الثاني عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتميز بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، معربين عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. امبارح أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت بمدينة العالمين الجديدة، وأكد القادة على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن جدول زمني واضح واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماع لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الإنتاجية في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزماتنا واحتياجاتنا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية وتوافر السلع المختلفة، وأكد مدبولي أن هناك اهتمام بالتوسع في هذه المنظومة مع تحفيز المزارعين خاصة للزراعات المستهدفة، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها والتربح منها. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة المهندس عبد الصادق الشربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لاستعراض عدد من أنشطة الهيئة، وأكد رئيس الوزراء حرصه على التواصل المستمر مع مسؤولي الهيئات الإعلامية بهدف العمل على تذليل أي عقبات وحل التحديات المختلفة والمساعدة في إجراءات الإصلاح اللي بتتم حالياً، وكذلك خطوات لاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية بما يسهم في تحسين الموقف المالي لها. وأشار مدبولي إلى أهمية المؤسسات الصحفية القومية كإحدى أهم أذرع الإعلام المصري اللي بيعد أحد أدوات قوتنا الناعمة التي تسهم في التنوير. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية Eastern Company، وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع تناول ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة وعلى رأسها السجائر، موضحاً أنه تم الإشارة في هذا الصدد لزيادة أوامر التوريد للمواد الخام بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي وإتاحة المزيد من المعروض سعياً لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة السجائر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك
إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوي التخصصي لإدارة الوقود التابعة لهيئة الإمداد والتمويل للقوات المسلحة، والذي يستمر تنفيذه لعدة أيام. وده بيأتي في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة. وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروع وعرض التقارير التي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. بالنسبة لأخبار المحافظات، تم البدء في تشغيل المجمعات الخدمية في قريتين في محافظة المنوفية، وده ضمن مبادرة حياة كريمة. أما في كفر الشيخ فقد تم النزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال إلى 3 سنوات ونصف. أيضا في دمياط تم تشغيل مواقف سيارات الأجرة بقرى حياة كريمة بمركز كفر السعد. وفي الأقصر تم تخصيص 2 مليار و250 مليون جنيه لمشروعات الصرف بقرى إسنا وأرمط. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الشرقية تم إطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته 27 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، واللي بيعد حدث رياضي متميز بيضع المحافظة على خريطة السياحة العالمية. في البحيرة أعلن المجلس القومي للمرأة تنفيذ 4250 زيارة ضمن حملة طرق الأبواب في المحافظة، ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان بلدي أمانة. وجاءت الفعاليات بمشاركة رائدات المجلس ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين. في المنوفية أعلنت المحافظة عن تشغيل وانتظام سير العمل بالمجمعات الخدمية بقريتي ساحل الجوابر ودراجيل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الشهداء، حيث تضمن المركز التكنولوجي ومكاتب البريد والتموين والتضامن الاجتماعي وغيرها لتأدية الخدمة للمواطنين. في الأليوبية أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة افتتاح عيادة الفلاريا بمستشفى حميات بنها، وده في إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة. ويهدف افتتاح العيادة لمتابعة مرضى الفلاريا المزمنة المترددين على المستشفى، من حيث متابعة العلامات الحيوية وإعطائهم العقاقير اللازمة كالمسكنات وفيتامين ب، وأيضاً تتوفر خدمة العلاج الطبيعي. في أسيوط أعلنت المحافظة عن وصول 7460 تختة مدرسية من هيئة الأبنية التعليمية جاري توزيعها على الإدارات التعليمية بالمراكز والأحياء لإحلال وتجديد الأساس لبعض المدارس، وده ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة ليهم. في كفر الشيخ قررت المحافظة النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بالمدارس الرسمية والخاصة عربي ل3 سنين ونص، وده للقاعات اللي بيها أماكن شاغرة فقط، حيث تم الإعلان عن إعادة فتح باب التقديم في الفترة من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبل يدوياً بالمدارس اللي بيها أماكن شاغرة. في دمياط تم بدء تشغيل مواقف سيارات الأجرة المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد، ويتضمن مخطط التطوير اللي بتستهدفه المبادرة إنشاء مواقف لسيارات الأجرة وأسواق حضرية تم تشغيلها أيضاً مؤخراً لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز والارتقاء بالشكل الحضاري لها. في الأقصر تم تخصيص 2 مليار و250 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في 26 قرية بمركزي إسنا وأرمنت ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين.